دائما اشتري السيارة اللي انت بتحبها، سوي لها صيانة دورية، واكيد ما راح تخونك لانك انت بتحبها للسيارة. ولما تتجوز جوز البنت اللي هي بتحبك، فراح تحافظ عليك وتصونك وما راح تخونك. وانت بنفس الوقت لازم تصونها وتحافظ على كرامتها وتعززها وتكرمها لأنها بنت عالم وناس. فهمت يا ثور؟ على فكرة ثور هي مو مسبة، هي برج الثور، أنا برج الثور. إن شاء الله عم تفهموا من فيديوهاتي، إن شاء الله عم تتعلموا، إن شاء الله عم تتعلموا، إن شاء الله. لا حول ولا قوة إلا بالله. الله يهديكم، الله يهديكم. السلام عليكم.